بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة السابعة من كورس الانجينيرنج ايكونومي او الاقتصاد الهندسي. هشرح فيها ايه، هكمل معاك حل، هحل باذن الله شيت 1 دلوقتي. طيب انت غالبا حليته، لو انت من الدفعه بتاعت السنه دي فانت غالبا حليته. طب انا عامله ليه؟ عامله عشان لو حد هيسمعه من الدفعات الجايه، وعشان لو انت عايز تراجع ايام الفاينل وتشوف الشيت القديم في وقت قليل باذن الله. فالنهارده مش هحل معاك بالتفصيل الممل بقى بتاع كل مره، لا هحاول انجز معاك واوريك الايه بافتراض انك ذاكرت يعني. فهتلاقي الاسئله بتاعت النهارده كلها سهله اصلا، فهحلها معاك بحيث لو هتراجع قدام تبقى معاك الشتات كلها محلوله في فيديو يفكرك بالشرح بتاعها، مش بس تبقى بتبص على الحل وخلاص. وفي نفس الوقت لو انت بتحل في سنه اخرى فان شاء الله تبقى بالنسبه لك حل كويس يعني. طيب اول سؤال ايه، هتلاقيني حاطط هنا، حاطط لك الاسئله وهتلاقيني جنبها حاطط لك الايه الفورمولا شيت، فانت هنشتغل في كله على بعض باذن الله. اول سؤال جاب لك فكره بسيطه قوي، هدي لك اوفر فيو كده على المساله وبعدين نخش نقرا الحل. المساله اللي قدامك بيقول لك الانيوال انترست ريت او المعدل بتاع الربح السنوي مقدار 12%. لازم تركز هل هو انيوال ولا مش انيوال، بس هو غالبا بيدولك انيوال. يبقى دي الاي 12%، دي الاي المفروض تكون، المفروض انك تكون مذاكر يعني. الاي هي ب 12%، وبيقول لك ان دي غلطه طبعا، وبيقول لك انها المانث، ان الحاجات المعطاه دي اللي على خط الاعداد ده بالشهور، لا هي بالسنين، ودي غلطه منهم. هو حاسبها على انها بالسنين، والانسر اللي كاتبها على انها بالسنين، فخلينا نشتغل على انها بالسنين. وبيقول لك اوجد ايه؟ اوجد البي ووجد الاف. طب ده نعمله ازاي؟ قلنا في نظام شرحنا، لو انت بتسمع الشرح بتاعي مش داخل هنا على طول مباشره كده، لا انا نظامي في الشرح بعمل ايه؟ بمسك اي باكج اوف اليمنتس، اي باكج اوف بيمنتس، وبرجعها قبلها بخطوه، بنرميها قبلها بخطوه. يعني بنحفظ قانون واحد بس، فبنحفظ القانون اللي بيودينا لقدام، لا بناخد حبه الاسهم ونرجعهم لورا. طب عشان اخدهم بالمنظر ده ايه اللي انا ملاحظه؟ ان ممكن اوصلهم ان هم يكونوا يونيفورم سيريز، يعني يكونوا كلهم نفس القيم، بس مين اللي معجز معايا؟ ال200 وال100، هم دول اللي عاملين لي عقبه في طريق. طب ما بسيط، مش دول 400 400 400، عايز اخليهم كلهم 400، بسيطه. شوف مين اللي مش 400؟ ال200، خليها 400 اهي 400. ومين اللي مش 400 هو كمان؟ ال100، خليها 400. طب ينفع ازود من غير ما اظبط المعادله او اظبط الكفه؟ اظبطها بقى، انا هنا ضفت 200 عشان اخلي ال200 400، يبقى هضيف 200 في الناحيه الاخرى، يبقى كاني ضفت 200 وطرحت 200 فما حصلش حاجه. ونفس الكلام هنا، خليت ال100 400 يبقى ضفت 300 لتحت، يبقى ضفت 300 لفوق، ويبقى انت كده ظبطت الشكل. يبقى كده ايه اللي نتج عندي؟ عندي 8 400 تحت، دول هاخدهم كباكج واحده واصبهم قبل ايه؟ قبل اول سهم بخطوه، قبل اول سهم اللي هو ال 400 الاولانيه دي هصبها قبلهم بخطوه. ده القانون، النظام بتاعنا دايما بنصب قبلها، قبل اول بيمنت بستيب. لو الستيب بتاعتي سنه يبقى هصب قبلها بسنه، لو الستيب بتاعتي شهر يبقى هصب قبلها بشهر، وهكذا. فانا هنا هصب قبل اول بيمنت اللي هي ال 400 دي عند السنه واحد، هصب قبلها تبقى هصب عند الزيرو، يعني هجيب البي. طيب وايه تاني فاضل لي؟ ان امسك ال 200 دي وال 300 دي واصبهم هم كمان عند الزيرو، عشان يبقى جمعت كله عند الزيرو. بس ركز في حاجه، مش ال 400 دي كلها، ارجع، مش ال 400 دي كلها، بصل تحت. اه يبقى لما ترجع، لما احب اصبهم قدام هترجع بصل تحت. طب ال 200 اللي كانت هنا وال 300 اللي هنا مش باصين لفوق؟ اه يبقى لما ارجعهم عند الزيرو هيرجعوا باصين لفوق هما كمان، هيبقى السهمين دول باصين لفوق. يبقى البي هتبقى ايه؟ هتبقى التوتال بتاعهم. طب التوتال ازاي؟ سميشن، المحصله، حبه مثلا 1000 تحت و200 فوق، يبقى التوتال 800 تحت. فاحنا ده اللي هنعمله، هنقول ايه بقى؟ هنقول ال 8 400 دول هنرجعهم بالقانون اليونيفورم سيريز، ناقص ال 200 اللي فوق لما ترجع، ناقص ال 300 اللي فوق لما ترجع. طب اللي تحت ترجع ازاي؟ تيجي تبص هنا اليونيفورم سيريز تلاقيه بيقول لك القانون بتاعها اهو، هو ده القانون. الدفعه الاولانيه افتح قوس واحد ناقص، بس احنا ما بنعوضش كده، انا هوريك احنا بنعوض ازاي. المهم يعني واحد ناقص واحد زائد اي اللي هي 12% الكل باور سالب ان، ان دي هي عدد الاسهم او عدد السنوات اللي انت طبقت فيها الربح. يعني هنا 8 مثلا اهو، 8 400 يبقى تحط 8. طيب وايه تاني؟ ونقسم على الاي، ونقسم على الاي. انا بشتغلها ازاي بقى؟ لا اول الرقم الثابت كام؟ 400، يبقى 400 حلو، مش هعملها كده كل مره، على الاي. الاي هنا بكام؟ ب 12%، يبقى 0.12. بنفتح قوس ويبقى على سطر واحد، ما نبقاش عاملين كسر فيه، اكنك خدت المقام بتاعه وطلعته بره بس مش اكتر. واحد ناقص واحد زائد الاي يعني 1.12. الكل باور سالب ان، سالب كام سهم عندك؟ كام 400؟ 8 400، يبقى باور سالب ان، اوعى تنسى السالب ده. ده كده اهو التوتال ده اللي هيصب بتاع ال 8 400 لما يصبوا عند الزيرو، خلاص جبناهم. هيصبوا فين؟ باصين لتحت، والناتج انت جبته. طب وفاضل لك ال 200 اللي فوق دي، ترجع بقانون، تيجي تبص هنا القانون الاصلي بتاعنا، انك تاخد ال 200 دي تقسمها على 1 زائد ال 12% لكل باور عدد الستبس اللي هرجعها. يبقى انا هرجع بال 200 دي كام؟ 4 ستبس، يبقى 200 على 1.12% لكل باور 2، لكل باور 4، 4 ستبس. وال 300 اللي هنا هرجع بيها 7 ستبس، يبقى هقسم 300 اللي فوق اللي انا ظبطت بيها المعادله على 1.12 لكل باور 7، والتوتال اللي انا صبته هناك ده هيبقى عكس اتجاه السهم اللي تحت، يبقى اتطرح منه. ده كده الشكل العام، ده هتلاقيني كاتبه لك هنا اهو،
قلت لك 400 على 12% في افتح قوس 1 ناقص 1 زائد 12% تعويض في القانون، ال 12% بعوض مكان الاي وال 400 مكان اول عنصر او العنصر الثابت اصلا في اليونيفورم سيريال. الكل بار عدد السنين اللي فيها 400 اللي هي سالب 8، 8 سنين فيهم 400. التوتال هيصب فين؟ التوتال ده كله كنا بنحوط عليهم كده وبنقول هنصبهم قبلها بسنه، مش سنه بقى، قبلها بستيب، لان ممكن تكون الستيب غير سنه يعني في مسائل اخرى. طب وال 200 اللي فوق هترجع بالطرح لان هي عكس اتجاهنا، هي باصه لفوق، ال 200 اللي احنا ظبطنا بيها المعادله هتبقى باصه لفوق، وال 300 هتبقى باصه لفوق، فهيرجعوا بالناقص وبنقسم على 1 زائد اي لكل باور عدد الستبس اللي رجعناها. التوتال بتاع العمليه دي هيدي لك البي المطلوبه. طب جبت البي اللي هي التوتال اللي تحت هنا، طالب بقى تجيب له هو الاف، ما تروحش بقى تعمل نفس العمليه تاني، لا خد البي دي ونط بيها لحد الاف. طالما انا ماشي مع الزمن يبقى بضرب في 1 زائد اي باور عدد الستبس، 1 زائد اي باور عدد الستبس بتاعتي. انا همشي كام خطوه؟ 8، يبقى 1 زائد اي اللي هي 1 و12 الكل باور 8، هو ده اللي هيجيب لي الاف. دي اول مساله. المساله الثانيه خلينا بقى نحل اسرع شويه، موضوع بسيط. هات بيقول لك الانترست ريت ب 10% يعني الاي ب 10% وجد البي، ومديني شكل جراديانت. جراديانت دي مالها بقى؟ جيومتريك ولا ارثمتيك؟ مرتبع حسابيه ولا مرتبع هندسيه؟ لا دي حسابيه. الحسابيه قانونها ايه؟ ترجع تبص على الفورمولا شيت. الحسابيه قانونها سهل قوي اهو، هو طويل شويه بس سهل وحفظه سهل كمان. الشكل اللي في الاول ده هو شكل اصلا اليونيفورم، بعد كده بتكرر حاجه كده بتاعه الزياده. كنت حتى بمثلها لك، اقول لك تعالى هنا كده، خلينا هنا، كنت بمثلها لك اقول لك ايه، تخيل المنظر كده ان انت السهم اهو، السهم اهو، السهم اهو عماله تزيد صح؟ فلو انت قصيتها من تحت كده هيبقى عندك شويه اسهم تحت وكانهم يونيفورم، وحبه فوق على شكل مثلث وكانهم هم دول اللي بيدوني فكره الجراديانت. عشان كده بتلاقي القانون عباره عن ترمين، الترم الاولاني هو شبه الجراديانت، شبه اليونيفورم بالظبط، والترم الثاني هو بتاع الجراديانت، هو ده قانون الجراديانت بتاع الارثمتيك. طيب تعويض فيه مباشر ازاي؟ اول قيمه اللي هي ال 1000 على ال 0.1، بنفتح قوس 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1.1 لان الاي ب 1 الاي ب 0.1 او 10% يعني. الكل باور سالب ان، مين الان؟ خمس اسهم، يبقى خمس بيمنتس، يبقى هي دي الان اللي بنحطها، يبقى الان دي هي عدد الاسهم اللي انا موجود عليها متابعه حسابيه سالب 5. طيب هو ده كده خلصت قانون المتابعه الحسابيه؟ لا، زائد بنشوف بقى المقدار بتاع الجي، ايه الجي دي؟ مقدار النقص، 1000 بقت 800 بقت 600 عمال انقص 200 200، يبقى النقص عندي بنعبر عنه بسالب ونحط مكان الجي، الجي هي مقدار النقص بتاعه سالب 200 على الاي بتاعتي اللي هي 0.1. كل ده تعويض في القانون، المفروض انك تكون بص على القانون انت بتحل دلوقتي. بنفتح قوس 1 ناقص نفس الشكل اللي كتبناه هنا بنكتبه تاني، 1.1 كل باور سالب ان اللي هي سالب 5 اسهم على 0.1 ناقص ان اللي هي 5 في 1.1 اللي هي 1 زائد اي الكل باور سالب ان اللي هي سالب 5 لان هم 5 اسهم. كل ده بقى هيصب فين الناتج ده كله؟ كل دول كنا بنروح نحوط على الاسهم، نحوط على الاسهم كده اهو ونصب قبلها بستيب، دي بدأ من عند السنه الاولى يبقى هتصب عند السنه الزيرو التوتال بتاعها، يبقى الناتج اللي هيطلع معاك اللي هو البي ده هيبقى مكان الزيرو او قبلها قبل اول بايمنت بستيب اللي هي 2418 لما تعوض. طيب المساله الثالثه بيقول لك هات ايه؟ هات قيمه ايه اللي هنا عشان تخلي المساله دي متساويه مع المساله اللي فاتت، تخليهم ايكويفالنت. هات بقى قيمه الايه اللي هنا. طب بسيط، هنلم دول كلهم عند الزيرو، والمفروض ان هم لو اتلموا عند الزيرو وعايز اسويهم باللي قبلها يكونوا نفس قيمه اللي قبلها عند الزيرو. اللي قبلها عند الزيرو كانت بكام البي؟ ب 2418، يبقى انا عايز الم اللي تحت عند الزيرو، الم ده كله عند الزيرو بحيث يبقوا بيساوي برضه 18، بيساوي قصدي 2418. فلميتهم ازاي؟ قلت دول عباره عن يونيفورم سيريز، هات القانون بتاعهم ايه على الاي في 1 ناقص 1 زائد الاي كل باور سالب ان، الان هنا بكام؟ 4 اسهم، يبقى سالب 4. طيب كده خلصت؟ لا، ده الصبه دي صبت هنا، صبت عند قبلها بستيب عند الواحد، احنا عايزين نرجعها عند الزيرو، يبقى هنقسم على اكن القانون بتاع اول درس خالص في المنهج، هنقسم على 1 زائد اي كل باور 1 لان الستيب بتاعتي اللي انا عايز ارجع بيها للزيرو ستيب واحده بس، فقمت قاسم على 1 زائد اي اللي هي 1.1 كده، انا جبت توتال الايهات دي عند نقطه الصفر، اشطب عليهم بقى كده خلصتهم. فاضل لك ال 100، ال 100 هترجع برده بص لفوق، يبقى زائد 100 لما نحب نرجع بالزمن بنقسم، مش بنضرب، بنقسم على 1 زائد اي، 1 زائد اي يبقى 1.1 الكل باور عدد الستبس، انا رجعت بال 100 جاست 1 ستيب عشان كده باور 1. يبقى التوتال اللي رجع ده كله هو محصله ده، جميل، احنا محصله ده عند الزيرو، عايزين نساويه باللي فوق، يبقى نساويه بمحصله اللي فوق عند الزيرو اللي هي 2418، فساويناه ب 2418 وجبنا قيمه الايه اللي تحقق هذا الغرض اللي هي 804، اعملها على الاله او بايدك اللي انت عايزه. المساله اللي وراها اي ب 12%
بيقول لك هات قيمه الايه اللي تخلي التو دايجرامز دول او اللي هو الكاش فلو دايجرام الاثنين دول يبقوا متساويين. طيب متساويين يعني ايه؟ لازم نقارن الحاجتين، اي حاجتين نقارنهم يكون عند نفس السنه، فلم كل واحده منهم عند نفس السنه، فهنلم الكاش فلو اللي على الشمال نلم كله عند الصفر مثلا. فنلمهم عند الصفر ازاي؟ الصفر اوريدي عنده ايه؟ خلاص سيبك منها، هنمسك دول كلهم بقى بحيث نجيب التوتال بتاعهم ويصب قبلها بستيب، فهيصب عند الزيرو، يبقى كده هنجمعهم على بعض، يبقى الايه زي ما هي هيتجمع عليها صبت الاربع ايهات دول، صبتهم عباره عن كام بقى؟ بص اقرا، ادي الايه الصبه اللي بتاعت الاربعه هي عباره عن ايه على اي اللي هي 0.12 في 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1.12% الكل باور سالب ان اللي هي سالب اربع اسهم، يعني سالب اربع ايهات. التوتال بتاع اي اسهم من دول بنصبه قبلها بستيب، قبل اول سهم فيهم بستيب، فاحنا اعتبرنا ان ده اول سهم هنصب قبليه بستيب وهنصب اربع اسهم. فهمت الفكره ايه؟ يعني ليه ما خدناش الخمسه؟ هتصب الخمسه فين؟ عند السالب واحد، مفيش حاجه اسمها سالب واحد، فخدنا الاربعه دول عشان نصبهم عند الزيرو ونبدا نجمع عند الزيرو، لكن اللي عند الزيرو نفسها مالهاش دعوه بالموضوع، فضلت زي ما هي، فبنجمعها بقيمتها العاديه. طب الصبه اللي انت صبتها عند الزيرو دي سويها بصبه الدياجرام الثاني عند الزيرو، صبه ال 1000 على 10000 دي عند الزيرو تبقى بكام؟ لما تحب ترجع بالزمن بنقسم على 1 زائد اي لكل باور عدد الستبس، يبقى نقسم على 1 زائد اي اللي هي 1.12 لكل باور عدد الستبس اللي هي 2، يبقى قسمنا على 1.12 لكل باور 2، سوينا الطرفين ببعض عشان هو قال لي خليهم ايكويفالنت، جبت قيمه الاي اللي تخليهم ايكويفالنت. هو ده حل المساله. انا بحل بسرعه عشان انت المفروض بتسمع وانت مذاكر وبس او بتراجع، اللي هو انت خليك معايا صح يعني. طيب مساله زي كده تبان لك معقده وهي تافهه جدا، الاي ب 10% هات البي والاف ومديك شويه اسهم كتيره، عينك على طول على انك تلقط فين النمط اللي ماشي بيه 400 500 600 700 800 في جراديانت سيريز، في جراد في قصدي ارثمتيك جراديانت او تتابع اسمها ايه حسابي، يعني في زياده ثابته كل مره، كل مره بزود 100، ادي زودت 100 زودت 100 زودت 100 وهكذا. طيب يبقى القانون ايه؟ الاول محتاج احدد ايه الاسهم اللي هلمها، فانا قلنا في ثلاث 800 شبه بعض، قال لك ممكن تعمل حركه سهله جدا، ممكن تاخد ده كله على بعضه جراديانت سيلز ودول كلهم جراديانت سيلز برضو مع جراديانت بس بالنقص 800 700 600 500 وتاخد دي سنجل بايمنت مقدار لوحده كده، انت قسمت المساله في مخك. ابدا بقى عوض في القانون، هات دول وصبهم فين؟ قبلها بستيب، دي مباشره هنعوض في القانون ونصب دول قبلها بستيب، سهله دي، هنجيب كله عند الزيرو عشان نجيب البي، ودي هتتصب عند الزيرو ازاي؟ بانك تقسم على 1 زائد اي كل باور عدد الستبس، هو ده قانون السنجل بايمنت اول درس في المنهج. طب دول بقى هتعوض في قانون الجراديانت سيريز اللي هو بتاع الارثمتيك، بس الصب هتبقى قبلها بستيب، يعني انت عند السبعه هتصب عند سته. طيب بعد ما اصب الناتج عند سته هقوم عامل نقله ثانيه او نقطه ثانيه بست خطوات كانها سنجل بايمنت واحده بس. فهمت الخريطه بتاعت المساله في دماغك؟ يلا بينا. اول باكج اللي هي من اول 400 لحد 800 دي هتلاقيني كاتب لك 400 على 0.1 اللي هي الاي في 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1.1 كل باور سالب ان اللي هي خمس اسهم يبقى سالب 5 زائد ده كله لسه نفس القانون بتاع نفس الباكج دي، قانون الجراديانت ارجع للفورميلا هتلاقيه اهو، هو ده قانون الجراديانت، بيبقى ترمين كبار. طيب مين ال 100 دي؟ ده مقدار الزياده، دي الجي اللي في القانون، الجي في القانون مقدار الزياده، هنا الاسهم بتزيد لكن هناك هتلاقيها بتقل، فهنكتب سالب 100، فبنكتب الاي حسب هي بتزيد ولا بتقل، الاي هنا الجي قصدي ب 100 عشان هي زياده على 0.1 اللي هي الاي، افتح قوس 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1.1 كل باور سالب ان اللي هي سالب 5 اسهم على الاي اللي هي 0.1 ناقص الان 5 اسهم يبقى 5 في 1 زائد اي اللي هي 1.1 كل باور سالب ان اللي هي سالب 5 اسهم، خلاص خلصت. ده كله هو صبت الباكج الاولانيه دي كلها، هتصب فين؟ عند الزيرو، فدي مباشره خلاص، يبقى ده اول ترم من ناتج البي. طيب زائد ايه الحاجه الثانيه اللي هتصب لي عند البي؟ هو السنجل بايمنت اللي في النص. هتصب ازاي؟ 800 ونقسم على 1 زائد اي الكل باور عدد الستبس اللي هي 6، يبقى 800 فين هي؟ اهي 800 على 1 زائد اي اللي هي 1.1 الكل باور عدد الستبس اللي هي 6، ناقصك تصب اخر باكج اللي هم الاربع اسهم دول، فهتلاقيهم اول بيمنت فيهم 800 على 0.1 اللي هي الاي في 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1.1 الكل باور سالب ان اللي هي سالب 4، ده كله اول ترم في الجراديانت، لسه فاضل حاجه، فاضل بقى الجي اللي هي سالب 100 لان ده نقص مش زياده، كل سهم وانا طالع بالزمن كل سهم بيقل عن اللي قبله، يبقى سالب 100 ده مقدار النقص على الاي اللي هي 0.1 افتح قوس اكتب 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1.1 كل باور سالب ان اللي هي سالب 4 على الاي اللي هي 0.1 ناقص 4 لان هم اربع اسهم في 1 زائد اي اللي هي 1.1 كل باور سالب ان اللي هي سالب 4 سنوات. كل الناتج اللي انا كتبته فوق الهيصه دي كلها، بص كل الباكج دي ده صبتهم فين؟ قبلها بستيب يعني عند السته. طب انا عايز ارجع بيهم بقى عند الزيرو، يبقى هم قاسم على 1 زائد اي كل باور عدد الستبس لكنها سنجل بايمنت واحد، بعملها اكنها صبه واحده هرجع بيها كسهم واحد، يبقى قسمت على 1.1 الكل باور 6، هو ده التوتال لما تجمع هيدي لك توتال البي.
طب البي اللي انت جبته ده دلوقتي موجوده فين؟ عند الزيرو. طالب منك الاف اللي عند 10. طب سهمين، بنلعب بسهمين، امسك بقى الرقم طلع معاك التوتال ده كله، وطالما انت عايز تطلع بيه بالزمن يبقى هتقوم ضارب في 1 زائد اي لكل باور عدد الستبس اللي عايز تطلع، يبقى 1 زائد اي اللي هي 1 من 10 لكل باور عدد الستبس اللي هي 10، تدي لك الاف يا صديقي العزيز. المساله اللي وراها نفس الفكره بالظبط، فمش عايزين نطول فيها اهي. ده كله اعملها انت مع نفسك دي، انا مش هطول معاك فيها. الاي ب 10% يعني 0.1، عايز البي يبقى همسك دول كلهم اصبهم عند البي بقانون الارثمتيك جرادينت. اكتبه دلوقتي معايا، هتلاقيني كاتبه لك اهو، اكتبه انت تاني مش لازم انا اسمعه عليا. السته ما عندهاش حاجه خلاص، يبقى تقوم ماسك الاخرانيين دول وتقوم جايب الناتج بتاعهم بالارثمتيك جرادينت وتصبه فين؟ عند السته قبلها بستيب، واللي يطلع هنا الناتج تقوم صبه تاني عند الزيرو، يبقى هترجع بيه يعني تقسم على 1 زائد اي لكل باور 6. خلاص كده خلصت، يبقى هي قانونين ارثمتيك وفي واحد فيهم هيرجع على مرتين. خلاص كده خلصت المساله. انا هدف ادي لك النظره العامه على المساله لانك غالبا مذاكر مش عايز تطول معايا. الهري اللي انا قلته كده كتبته اهو. رقم 7 ولا اي فرق، ولا اي فرق، حلل بس المساله. الاي ب 12% عايز البي، يبقى عايز الم الحاجات دي. فين النمط الموجود؟ 400 500 600 لحد 900. خد ده كله كباكج واحده، عوض في قانون الارثمتيك جراديانت اول حاجه اللي هي الاي ب 400، الاي بتاعتك ب 12%، الان عدد الاسهم 6، والصب هتبقى قبلها بخطوه يعني هتصب عند الزيرو مباشره زي الفل. مين تاني؟ فاضل ارثمتيك واحده كمان اهي، بس هتصب على مرتين. اربع اسهم، يبقى الان باربعه، الاي ب 12%، اول اليمنت فيهم او اللي هو الاي بتاعت القانون ب 800، الصب هتبقى قبلها بستيب يعني هتصب عند السته. طب وبعد ما صبها الناتج اللي صبته عند السته تقوم مرجعه تاني عند الزيرو بانك تقسم على 1 زائد اي الكل باور 6. هو ده انا كاتبه لك بالظبط، مساله مجرد تعويض مباشر. هو ده الشيت يا حبيبي، مفيش حاجه غير كده والله، فاهم الفكره؟ فمش لازم، مش مستاهل اكتب حتى ولا اعمل حلقه كتابه يعني. تعال نشوف مساله 9 عشان ما كتبتهاش، كاتب الحل بس. مساله 9 بسيطه جدا، بيقول لك ايه؟ هاو ماتش شود بي ديبوزيتد، قد ايه انت المفروض تدفع كل سنه لمده 12 سنه لو انت عايز تاخد 309 دولار كل سنه لمده 5 سنين بدءا من السنه ال 15. كلام بسيط قوي، يعني عندي كاش فلو دايجرام اهو، هبدا احط مبلغ، احط مبلغ، احط مبلغ لمده 12 سنه او 12 سنه. بعد ال 12 سنه هريح سنتين واجي عند السنه ال 15 ابدا اسحب 309 309 309 لحد 5 مرات. ثانيه، ايه اللي انا عملته؟ صباح العصر. لحد 5 مرات، اعتبر ان دي بدايتها من اول هنا ال 15 ودي ال 12، وفي سنتين في النص مريحهم اللي هو 13 14. بيقول لك بقى الكاش فلو دايجرام ده المفروض تبقى ايه القيمه اللي هدفعها في الاول عشان اقدر اخد المبلغ ده قدام. وكاني بسالك سؤال حياتي اهو، المفروض ادفع من دلوقتي لحد 12 سنه جايه احوش كام كل سنه في البنك بحيث اني بعد سنتين من التحويش ابدا اسحب لمده 5 سنين مبلغ 309 دولار. مساله تافهه قوي والله، والحاجات دي حياتيه جميله يعني، فاعرفها. ارجع هنا هتلاقيني راسم لك المساله اهو، 309 من اول 15، من اول السنه 15 16 17 18 19 يبقى 5 سنين. وانت في الاول دفعت مبلغ ثابت من اول السنه واحد مش من صفر. اما يقول لك هتدفع هتحط في مبلغ كذا لمده كام سنه، معناه انك بدءا من السنه واحد مش من السنه صفر. ما تشتغلش على السنه صفر خالص، انا بقول لك اهو. هتحط من عند السنه واحد ادي ايه 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 لمده كام سنه؟ 12 سنه. هنتهي عند السنه 12 واريح 13 14 وابدا اسحب 309 309 لمده 5 سنين. طب الم ده كله ازاي عشان احسب الناتج؟ عايز احسب قيمه الايه؟ قلت لك ايوه، اول ما تلاقي لخبطه اسهم لمهم عند سنه واحده، يبقى هنمسك ده كله صبهم عند الزيرو، وامسك دول كلهم هاتهم لي عند الزيرو، ودول باصين لفوق يبقى هيرجعوا باصين لفوق، ده باصص لتحت يرجع باصص لتحت، ساوي الطرفين ببعض خلاص خلصنا. ما هو المفروض الدفع المفروض يكون بيساوي المفروض يتخ، فهمت الفكره؟ فدول لما يتصبوا عند الزيرو، الايهات دي تتصب عند الزيرو ازاي؟ دي يونيفورم سيريز، يبقى ايه على الاي اللي هي 0.08 هو مديها لك 8%، في 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1.8% لكل باور عدد السنين اللي هي 12، يبقى سالب 12 لان هي القانون فيه سالب ان. طيب التوتال ده كله، خلي بالك انا عملت حركه هنا ثانيه كده. طب والله استنى، تنفع تتحل برضه عادي، سيبك من الحل اللي انا كاتبه، الحل اللي انا كاتبه بطريقه ثانيه، انا رجع يعني وحطهم كلهم عند سنه 14، ده حل غبي شويه. الاحسن كنت واحد عند الزيرو، فانا خلاص صبيت دول عند الزيرو اللي هو ده بس دلوقتي اكنه هو ده اللي مكتوب، قول بيساوي، صبت دول عند الزيرو هتبقى ازاي؟ هتقوم ماسكهم كلهم بقانون اليونيفورم اللي هو 309 على 0.08 في 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1.8% لكل باور عدد السنين اللي هي 5 اسهم يبقى سالب ان. كل ده اتصب دلوقتي عند سنه كام؟ 14. صبه تاني انت بقى عند سنه الزيرو، يعني اكنك هتقسم ده على 1 مسمى زائد 1 و 8% لكل باور 14. على فكره لو خدت بالك هي هي، ما انت لو ما كتبتش دي هنا وعملت يساوي على طول وكتبتها هناك، طب ما انت ممكن تضربها هناك ويبقى هي هي، فكل الطرق تؤدي الى روما يعني.
فيا اما تاخد الايهات كلها تصبها عند الزيرو وتجيب دول عند الزيرو، يا تاخد الايهات كلها تحطها في النص وتجيب دول كله عند النص. المهم توحد كله عند نفس السبب وتساويهم ببعض، لان اللي فوق بيساوي اللي تحت، اللي الدفع بيساوي اللي هيتاخد، وتحسب قيمه الايه. وبارك الله في مرزقك. تيجي عند مساله 10، يلا بينا. بيقول لك افترض ان في 10000 جنيه اسبوع هتسلفهم، هتستلف يعني استلفوا اتاخدوا من البنك يعني بمعدل ربح 10 15%، دي الار، ودفعت مبلغ 3000 بعد 4 سنين، ودفعت المفروض تدفع كام بعد 6 سنين بحيث تبقى سددت القرض كله. طب سهله اهو، 10000 خدتهم دلوقتي، بعد 4 سنين دفعت 3000، بعد 6 سنين من الصفر او 6 سنين من الاربع سنين، يعني كنت ممكن اعمل الاي دي هنا بعد 6 سنين من الاربعه، ده صح وده صح، ودي تبقى مساله ودي مساله ثانيه لان هو مش موضح في السؤال. فاحنا افترضنا ان احنا بعد 6 سنين من الاصل من الزيرو، بعد 6 سنين دفعت بقيه القرض، المفروض بقى ادفع كام بعد 6 سنين عشان ابقى خلصت القرض اللي عليا؟ انا بعد 4 دفعت 3000، بعد 6 دفعت مبلغ معين، مبلغ ما او مبلغا ما، لان انا دفعت مفعول به بقى، فاهمني؟ هات قيمه الاي دي، خلاص بسيطه، اي اسهم تلمها عند نفس السنه حسبت اتحسبت خلاص. فوليكن هنلم دول كلهم عند الصفر، يبقى هنعمل ايه؟ هنقول 3000 دي لما ترجع عند الصفر ترجع بالقسمه، يبقى 3000 على 1 زائد اي اللي هي 1 و15، الكل بار عدد الستبس اللي انت رجعتها يعني 4، زائد دي لما ترجع تبقى بص لتحت برضو، يبقى ايه على 1 زائد اي كل اس 6، اهي ايه على 1 زائد اي كل اس 6 بتساوي اللي فوق، يبقى اللي فوق بيساوي لتحت، يعني دول لما رجعوا بقوا سهمين باصين لتحت، اهو سهم ادي سهم، ساوي لهم باللي باصص لفوق، لان اللي اتدفع لابد ان يساوي اللي اتاخد، اللي اتاخد كام؟ 10000، ده القرض وده دفعات تسديد القرض، ساوي لهم ببعض جبنا قيمه الايه؟ اللي هي 19000 وكذا. يبقى وكان كمساله حياتيه بيقول لك انا سلفت النهارده 10000 هسددهم 3000 كمان 4 سنين و 19000 كمان 6 سنين، كده انا خلصت القرض العام. شكرا. المسألة اللي جاية كلها سهلة، مدي لك الاي ب 100 هو بيعرفك، والاي ب 12% اوجد قيمة البي، يعني لم لي الأسهم دي عند الصفر بس خلاص. طب أنا شايف شكل جراديانت يونيفورم سيريز، أو بس ناقص عليها شوية حاجات، ناقص يبقى في ايه هنا؟ وضيفها تحت عشان ما تبقى متوسط الدنيا. وايه هنا أهو؟ وضيفها تحت عشان تبقى ايه؟ ما أثرتش في المعادلة. طب ما هو كان في ايه تحت أوريدي، يبقى خلاص دي يبقى اسمها 2A ودي اسمها 2A. خلاص ضفنا ايه تحت وايه تحت وبعدين عوضناهم فوق بايه فوق وايه فوق، كده ايه اللي فوق بقى؟ كده 6 اسهم 6 ايهات اقدر اجيبهم بقانون واحد يونيفورم سيريز يصبوا عند البي. طب يصبوا ازاي؟ صبهم لي انت كده، هيبقى ايه على الاي اللي هو 0.12 يعني في 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1 و12، الكل بار عدد السنين اللي هي سالب ان اللي هي سالب 6 اسهم 6 سنوات، لان يعني في واحد هنا وواحد هنا دلوقتي. حلو كده خلصناها. ناقص بقى ان في سهمين تحت هيرجعوا بالناقص، يرجعوا عكسنا في الاتجاه، يبقى هيرجعوا بالناقص اهو ناقص الاثنين ايه الاولانيه، لان انا ما عوضت تحت ضفت ايه على اللي موجوده بقوا 2 ايه. لما ترجع ال 2 ايه دي يبقى 2 ايه على 1 زائد اي لكل باور عدد الستبس اللي هي 2، يبقى اهي على 1 زائد اي 1 و12 لكل باور عدد الستبس اللي هي 2. وال 2 ايه الثانيه هترجع بنفس الطريقه بس هتبقى 1 زائد اي لكل باور عدد الستبس، عدد الستبس هنا 4 يبقى باور 4، خلاص رجعتهم الاثنين. التوتال ده كله هو الايه؟ هو البي، هو البريزنت فاليو. طب ما ده ايه؟ ده مجهول. لا ده ب 100، هو بس قال لك اشتغل عليها كايه وبعدين ابقى عوض في الاخر ب 100، عوضنا ب 100 طلعت البريزنت فاليو ب 125. شكرا. المفروض تكون بتشتغل بايدك دلوقتي. تعالى مساله 12، مساله سهله جدا. بيقول لك في بني ادم بيتبرع شهريا ب 676 دولار شهريا. بعد 4 سنين هياخد 200000، اوجد المعدل الربح اللي المفروض يدفع بيه بحيث ايه او البنك ده يكون شغال بيه بحيث يقدر ياخد المبلغ ده فعلا. انا هحوش المبلغ ده 600 وكسر شهريا بعد 4 سنين، عايز اخد 200000، يبقى المفروض يكون البنك ده شغال بنظام ربح كام في الميه؟ بس بسيط، اقوم جاي راسم شهريا شهر 2 3 4 كل شهر بدفع، يبقى السهم لتحت دفع يبقى لتحت 676. حلو، لحد ما وصلت 4 سنين يعني 48 شهر سحبت 200000، وكنت ساعتها على فكره اخر دفعه اتدفعت. جميل، خدت انا 200000 في الاخر، يبقى ايه اللي المفروض اعمله؟ عايز اعرف معدل الربح، وكاني بقول لك لم لي الاسهم دي كلها بمعدل ربح اسمه اي، صبها لي عن النقطه دي بحيث تديني ايه؟ بحيث تديني 200000، ده كلام سهل جدا. طب احنا ما بنعرفش نصب لقدام، بنعرف نصب لورا، صبهم لورا جمعهم في سهم واحد وبعدين امسك السهم ده اطلع بيه قدام عشان تبقى بنقلل عليك عدد القوانين اللي انت حافظها يعني. فلو مسكت ال 676 دول كلهم حبيت تصبهم عند الصفر تصبهم ازاي؟ اقسم على الاي، اضرب في 1 ناقص 1 زائد اي كل بار عدد السنين اللي هي سالب 48 سنه، سالب 48 سهم من ال 600 كده تصبوا عند الزيرو. طب انا عايز ارجع بيهم لايه؟ لل 48، يبقى اضرب عشان اطلع بالزمن، هضرب في 1 زائد اي كل بار 48، بدل ما تحفظ قانونين اديني سهلتها عليك، كله بنصبه لورا، بعدين لما نحب نطلع بيه قدام نطلع بيه كسهم سنجل.
كده الصب اللي قدام دي كلها المفروض ان تساوي 200,000، ساويناها ب 200,000. كده مين المجهول؟ هي الاي. جبنا الاي وهي دي الاي الشهريه، معدل الزياده الشهريه، معدل الربح الشهري، لانك شغال شهور. ركز، فاللي طلعت معاك في الحسبه دي شهور. لما نحط فوق ان شهور يبقى الاي اللي جواها شهور، لما تحطها ان سنوات يبقى تحت اي سنوات، ما تبقاش حافظ مش فاهم. يبقى الاي طلعت معاك من الحسبه دي بالاله، احسب دي بالاله، اكتب على الاله شيفت سولف وحلها، طلعت بكذا. دي الاي الشهريه 6.4% شهريا. انا عايز الاي السنويه، يبقى اعمل الستاندرد فورم بتاعتنا، 1 زائد الاي شهريا لما اجمع الربح بتاعي 12 مره هيكون 1 زائد الاي السنويه جمعتها مره واحده، لان ال 12 شهر يقابله سنه واحده. فهمت الفكره؟ يبقى دايما الاي اللي هنا مربوطه بالان بتاعتها، لو ان شهور يبقى اي شهور، لو اي سنين يبقى ان سنين. بس بسيطه، عملنا ستاندرد فورم بسيطه يعني. والكلام ده شرحناه بالتفصيل المشل في الحلقات دي. معاك تقدر تجيب الاي سنويا، هتطلع بواحد وكسر. الواحد وكسر ده مش هو نسبه الربح، لا ده النسبه وهي مقسومه على 100. فلو انت عايز تجيبها في 100 هضرب في 100. يعني لما كانت بتطلع معاك الاي بالشكل ده ينفع اقول انها 0.06%؟ لا، هي 0.06 يعني 6 من 100، هي 6 من 100. فلما يطلع معاك 1.1 معناها 111%. فهمت الفكره ايه؟ طيب المساله الاخيره او اللي قبل الاخيره، تعال نشوفها. 13 بيقول لك المساله دي الاي ب 12% اهي الرسمه دي، اللي المهم لي عند الصفر هات البي وهات الاف، خلاص خلصت. نفس الفكره، دول كده على بعضهم باكج وتصبها قبلها بستيب، يبقى تصب عند سنه واحد وبعدين انقلهم عند الزيرو عشان اجيب البي. يبقى هنقلهم على مرتين، قانون الجراديانت ينقلهم لي عند قبلها بستيب، وقانون السنجل بايمنت اللي هو بقوا جاست وان اليمنت دلوقتي اصبهم بقى عند الزيرو ازاي؟ بواحد اقسم على 1 زائد اي كل باور 1، لان هي الستيب هنا جاست وان ستيب. طب ادي اول باكج، والباكج الثانيه اهي نفس فكره المسالتين الاولانيين في اول الدرس خالص. تقوم ماسك دول ازاي؟ صبهم بقانون الجراديانت عند قبلها بستيب عند السنه السادسه، وبعد كده النقله الثانيه باول درس خالص انقلهم 6 خطوات، انا اقسم على 1 زائد اي لكل باور 6. تعال نبص على حلتها ازاي؟ اهي اول نقله اهي، هو ده التعويضه بتاعتها، ده الجراديانت سيريز بتاعهم، بس الصبه صبت عند سنه واحد، اهي عند سنه واحد لما دول كلهم لميناهم صبناهم هنا. عايزين نرجع بيهم بقى خطوه كمان، فقمت قاسم كل الهيصه اللي فوق على 1.12 لكل باور 1، 1 زائد اي يعني لكل باور 1 عشان ارجع بيها للصفر. زائد ايه تاني؟ الباكج الاخرانيه خالص عشان ارجع بيها عند الصفر، صبتها الاول بقانون الجراديانت عند صبت هنا، ده قانون الجراديانت، قمت راجع بيه بالاسم على 1.12 لكل باور 6. اهو عملت قانون الجراديانت، عوض انت مع نفسك لما تشتغل وتشوف التعويض بيبقى ازاي، وقسمت في الاخر على 1.12 لكل باور 6 عشان ارجع بيها لحد الصفر. كلام بسيط وتافه الصراحه. جمعنا كده جبنا البي. طب البي دي بقت سهم واحد، بقى سهم واحد هنا. عايز اجيب الاف، اطلع بالسهم ده بالزمن، يبقى هضرب في 1 زائد اي يعني 1.12 لكل باور، عدد السنين اللي هطلعها يعني باور 10. ضربت في باور 10 دي فين اهي، ضربت في 1.12 لكل باور 10، رجعت الاف عندي عند السنه العاشره. اخر مساله خالص، مساله تافهه جدا، يقول لك هات البي بحيث ان الاي دي ب 15%. هم يدي لك شويه حاجات اسمها ايه، بس الزياده مش ثابته، 1000 بقت 1100 فتبقى 1200، قال لك لا 1210، 1331، يبقى الزياده هنا زياده هندسيه. طب ايه اللي ياكدني؟ المفروض اسم كل سهم على اللي قبليه يساوي اسم السهم الثاني على اللي قبليه، يساوي اسم السهم الثالث على اللي قبليه، لان كلهم بيدوني نفس القيمه. طب هي ايه القيمه اللي كنت بضرب فيها كل سهم عشان يديني الثاني؟ كنت بضرب السهم ده في 1 زائد جي، لو فاكر انت الرمز ده، ارجع للشرح بقى. هو بنضرب في 1 زائد جي عشان ادي السهم اللي وراه، واللي وراه اضرب في 1 زائد جي عشان ادي السهم اللي وراه. يبقى لو قسمت اي سهم على اللي جنبيه المفروض يديني ال 1 على جي دي. فانا قسمت ال 1100 مثلا على ال 1000 اداني 1.1، هي دي ال 1 زائد جي. يبقى الجي بكام؟ ب 1/10 اللي هي 0.1 يعني. كده معايا الجي ومعايا الاي ب 15% اللي هي 0.15. اروح على القانون بتاع الجراديانت، انزل تحت تحت اهو، قانون الجراديانت اهو، الجراديانت بتاعت الجيومتري اهو، حاطط الايه، من هي الايه؟ هي اول قيمه اللي هي ايه؟ ال 100 ال 1000 دي، حطيت ال 1000 في 1 ناقص 1 زائد جي، لسه جايبينها الجي ب 1/10، يبقى 1 زائد 1/10 على 1 زائد اي يعني 1 زائد 15%، مداني في المساله الكل باور ان يعني باور عدد الاسهم، كام سهم عندي؟ من 2 ل 11 يعني 10 اسهم. لو من 1 ل 11 يبقى 11 سهم، يبقى من 2 ل 11 نقصوا سهم يبقى 10 اسهم. يبقى تحط 10 مكان الان على اي ناقص جي يعني 0.15 ناقص 0.1، كده عوضت جبت البي. مين البي دي بقى بالله عليك؟ ده صبت الاسهم كلها قبلها بايه؟ بستيب. اوعى تقول قبلها عند الزيرو على طول، لا قبلها بستيب. اي قانون سيريز في الدنيا بيصب قبلها بستيب، قبل اول بيمنت بستيب،
اول بيمنت هنا ب1000 يبقى انا هصب قبلها بستيب يعني عند الزيرو عند الواحد قصدي، والتوتال اللي صبته عند الواحد ارجع بقى اصب انا عند الزيرو. اصبه ازاي عند الزيرو؟ بان انا اقسم على واحد زائد اي الكل باور واحد، لان هي جاست وان ستيب. فهمت الفكره ايه؟ يا رب تكون فهمتها. كده جبنا البي وخلصنا الدرس، وربنا يوفقك لكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعوه.